janvier, يعني في جانفي 2010 انا كانت عندي ابنديسيت دونك درت عمليه جراحيه ما لعبش التصفيات عاود رجعت يعني شتهم تما كنت مع اصحابي على كل حال وشجعتهم من بعد جاتني ديشيرير مشكيلير في لاكويس دونك حبست بوندون دو موا درنا مباراه ضد سيربيا نظن لو تورنو كان سير ان ماتش من هناك عندي هذه الصلاه تاع خطا من جوا ولا خطا وخروج غير موفق واول هدف للمنتخب السربي بواسطه اللاعب رقم 9 ممكن اجاكس امستردام بهذه الكيفيه خروج غير موفق وين لعبنا ضد سيربيا في 5 جويليا وين خسرنا ب يعني 3 اهداف لصفر نظن حكموا علي على هذيك المقابله اللي كنت حابس بوندون دو موا وين ما استرجعتش يعني كل قواي باش نقول الفوتبول دي فوا نقول لانغراتيتود دون ان سيرتان سونس بصح الناس قالوا وي ارتكب غلطه بصح كان عنده امكانيات الولد هذا كان عنده امكانيات انت ما تقدرش تحكم عليه في مباراة ولا في غلطة هذا أخطأ فيه كان حراس كبار أخطأوا في كأس العالم أخطأوا في مباراة كبيرة